بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن درس جديد وهو فحص نوع من أنواع الفحوصات التي يجريها الطبيب المتخصص مثل طبيب النساء والتوليد للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل، وهي المجموعة باء من البكتيريا العقدية أو العنقودية. يتم هذا الاختبار في الأسبوع 36 إلى الأسبوع 37 من الحمل للتعرف على وجود نوع من البكتيريا، غالبا تسبب نوع من أنواع الالتهابات الرئوية أو أي عدوى خطيرة تصيب يعني المولود أثناء فترة الحمل. ويتم استخدام مسحة لأخذ خلايا من المهبل أو الشرج، ويتم إرسالها للفحص المخبري من قبل متخصص أو طبيب متخصص في علم الأمراض المعدية في هذا المجال، ويتم معرفة نوع البكتيريا وفحصها وإعطاء العلاج اللازم في هذه الفترة كي يتم يعني تفادي أي نوع من أنواع الاضطرابات المرضية بسبب هذه البكتيريا. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.